الهاتف الأستاذ نجاح مخلوف المختص في علم الاجتماع. أهلا بك سيدي وجمعة مباركة. أهلا وسهلا أستاذ زهور، جمعة مباركة، مساء الخير ليك ولطاقم النهار ولكل المتابعين الأكارم. شكرا. وسيلتحق أيضا معنا عبر الهاتف رائد رضا غريبي المكلف بالإعلام للدرك الوطني بولاية مسغنم بعد قليل. إذا سيد نجح مخلوف، يعني عودة ظاهرة الحرقة، ووقفنا بالأمس وحتى تم تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لصور لأطفال تم انتشار جثثهم من 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 ولاية مسغنم. إذا تعليقكم على عودة هذه الظاهرة وخاصة فيما يخص الأطفال. نعم شكرا. في البداية نترحم على أطفال هذه الحادثة المأساوية وكذلك عازينا لأهاليهم. الحقيقة كما تفضلت أنه موضوع الحرقة أو ما يسمى بالحرقة وهي الهجرة الغير الشرعية عرف تزايد رهيب خلال هذا الموسم، يعني خاصة في قضية الإنزال اللي حدثت في إسبانيا في 26 جويليا، وين عرف يعني وين سمعنا وشاهدنا وشفنا أنه حوالي 500 حراق، يعني 31 قارب، يعني كانت هذه عبرت عليها حتى الصحف العالميه والقنوات الاعلاميه بانه انزال، وهي في الحقيقه هو انزال، وهنا شيء مؤسف ويندى له الجبين. كي نعود الى قضيه الاطفال، الاطفال تصبح قنبله موقوته ان صح التعبير. اننا نشوف الاطفال اقل من السن القانوني انه يكونوا ضمن ظاهره الحرقه، وهي في الحقيقه ظاهره عالميه وليس ظاهره جزائريه. نحن نشوف في مصر تعرف اكبر نسبه اتجاه ايطاليا، يعني مصر هي اللي الان تحدد النسبه العاليه. في خلال 2017 من عرفنا انه كذلك 500 حراك جزائري توجهوا لاسبانيا، وفي سنه 2020 الجزائر اصبحت المرتبه الاولى لوجهه الحراقه بالنسبه لاسبانيا. في بخصوص هذه الحادثه فقط حتى يكون الانسان منصف، لحد الان المعطيات الاعلاميه حول هذه الحادثه غير موجوده، يعني غير متاكدين انه تكون حرقه او تكون موضوع اخر. اذا احنا فقط ربما نعطيه عن طريق التاملات السوسيولوجيه فقط، انه في شاطئ البحر واربع اطفال، وشفنا انه الاطفال كانوا دائما في قوارب الموت، حتى في حادثه 26 جويليا كان العدد غير معروف، كان 400 حراق لكن مش عارفين العدد الاجمالي من بين الاطفال والنساء. يعني عندما نشوفوا ظاهره كما هذه يكونوا فيها اطفال ويكونوا فيها نساء، هنا راه قنابل موقوته، وهنا يعني نقص الخطر لم يدق فقط بل شخصت الابصار امام هذه الظاهره بالنسبه للدول المستقبله وبالنسبه للدول المصدره، لانه هناك مآلات لظاهره الحرقه. وعندما حابين نعرفوا ظاهره الحرقه لطالما انه السوسيولوجيا تؤمن دائما بالتحليل الميداني، تحليل كيفي غير كافي والنظري غير كافي، يعني هناك اسباب يقولها دائما العلماء المختصين في السوسيولوجي حول ظاهره الحرقه، لكن دائما كل منطقه وعندها اسباب الحقيقيه انطلاقا من التشخيص الميداني. يعني نديروا بحث ميداني، نعرفوا الفئه المستهدفه، نعرفوا التواريخ اللي تم فيها هذا ظاهره الحرقه، نعرف فيها الاسباب او الدواعي والاكراهات الموجوده وراء هذه الظاهره، لانه سمحي لي الاخت زهور والمشاهد الكريم انه اذا قلنا ظروف اقتصاديه واجتماعيه والى ما غير الفقر والى غير ذلك، فهنا اختزال لموضوع الحرقه، لانه موضوع الحرقه اثبتت بعض الدراسات الفرديه انه له علاقه بما يسمى بالحياه في حد ذاتها، يعني بالدور بحث عن الدور. لكن سيد نجح مخلوف، يعني رغم الظروف ربما القاسيه المجتمعيه، لكن المخاطره بالاطفال وفي هذه الظروف عبر قوارب الموت. نعم لا 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 الموضوع نتكلم لك على موضوع الحرقه بصفه عامه ثم نعود الى الاطفال. موضوع الحرقه او الحرقه ما يسمى بالهزه غير الشرعيه هو سوء اندماج شبيه تماما بالانتحار. الانتحار نتكلم عن الدور تايم هو مقابله الموت، هو يعني انتحار، هو سوء اندماج اجتماعي العامل الاساسي اللي موجود فيه. نسقطوا على موضوع الحرقه لانه الحرقه هو يعني موت محقق، يعني حتى نسب النجاه قليله جدا، ومع ذلك نشوفوا اطفال ونشوفوا نساء ضمن قوارب هذا الموت. بعد شفنا حتى انه بعض الاسر تساهم وبعض الاسر هي اللي تشجع ابنائها على الحرقه، وهنا نقطه وهي الشيء الذي ربما نحط عليه علامه استفهام كبيره ونبحث في هذا المجال. وجود الاطفال، لانه الاتفاقيات العالميه بالنسبه للطفل هي تحمي الطفل،
واعتقد يقينا وهذه ربما اتفاقيه موجوده في ايطاليا، انه الاطفال الذين يصلون الى اراضي ايطاليا او الاسبانيه يكونوا اطفال عندهم حقوق المتابعه وعدم ارجاعهم بالقوه الى مناطقهم، لانهم مجهولين النسب، يصنفوا انه مجهولين ما عندهمش ذوات، وبالتالي اصبحت العائله ديما تواسي معها تدي معها كما نقولوا بالدارجه اولادهم حتى انه او تبعثهم وحدهم حتى انه ما يتمش عمليه ارجاعهم. نرجع الى ربما الاسباب اللي بقات مجهوله لحد الان، لانه كما قلت لك في البدايه انه الاسباب ليس هي اسباب اقتصاديه واجتماعيه فقط، لانه حتى انه الاسباب الاقتصاديه والاجتماعيه قد تكون وراء هذه الظاهره كما ظاهره الفقر، لكن الان نحن بؤس اجتماعي، هذا ما يسمى بالبؤس الاجتماعي، وبالتالي ان عندنا خلل سياسي كذلك. اذا الان الدوله نتاعنا تتجه الى ما يسمى بالنمو على حساب التنميه، يعني تحديات ما يسمى بظاهره الهجره غير الشرعيه في تحديين اثنين، التحدي الاول هو معرفه منسوب الهجره واتجاه هذه الهجره غير الشرعيه، والتحدي الثاني هو الاستراتيجيه التنمويه الشامله وليس الاستراتيجيه تاع النمو. احنا الان عندنا مؤسسات، عندنا بنى تحتيه، عندنا الى غير ذلك من الهياكل، لكنها هياكل بعقلية تقليدية، لم نصل إلى ربما فهم الإنسان في حد ذاته إلى تنمية تعتمد على التكوين والمورد البشري. عندما نسأل يعني السؤال مع الحراقة، مع نشوفوا بعد الآن في المجتمع ظاهرة الحراقة انتشرت، نعطيه السؤال مباشر للحراق يعطيك هذه الجملة الشعبية يقول لك حاب ندير التاويل. مفهوم التاويل أو إسقاط مفهوم التاويل في القراءات السوسيولوجية والأدبية لا يعني أنه إنسان فقير أو أنه محروم اجتماعيا، بالعكس هذه الأمور تتحقق بعد مدة معينة، بل تعكس هذه مفهوم التاويل تعكس أنه عندنا سوء فهم في قضايا المشترك، في قضايا المشترك يعني سوء اتصال وفهم في قضايا المشترك بيننا وبين هذا الجيل، لأنه التطورات التكنولوجية صنعت لنا جيل متسارع جدا عن جيل الستينيات وجيل الخمسينيات. ومن هذا المنبر أدعو السلطات المعنية والدولة الجزائرية إلى ربما اعتماد مراكز بحثية جادة، مراكز بحثية جادة في البحث السوسيولوجي العميق لفهم مثل هذه الظواهر الكارثية. طيب يعني نشوف يعني في بعض الأحيان يعني هي قمة اليأس لكي نغامر يعني في هذه النقطة خاصة بالأطفال، وشفنا يعني في الكثير من الحال في الحالات يعني نساء، هناك نساء حوامل أيضا وقفنا عليهم فيما يخص الهجرة غير الشرعية. نعم، الأطفال كما قلت لك منذ قليل أن الأطفال هناك اتفاقية دولية تحمي الطفل، ولذلك يجد ان نشوف انه الحراقه يستعينوا بالاطفال من اجل الحمايه، لانه الان خاصه مع انتشار كورونا فيه انه في الدول المستقبله مباشره في محاكم تنشا ومباشره يعاود ارجاع الحراقين الى بلدهم الاصلي، وبالتالي هناك تحايل اخذ الطفل حتى ربما نضغط على الدول المستقبله بالجانب الاتفاقي والجانب القانوني. نقطه اخرى كذلك مهمه، ان نشوفوا 31 قارب ونشوفوا 500 حراق، اذا هذا الانزال مباشره يعطينا لتاويل. نطرح سؤال اخر، هل الهجره غير الشرعيه اصبحت منظمه؟ هل هناك ما يسمى بالعصابات اللي تكون وراء الجريمه؟ والروبورتاج شفناه منذ قليل يعني اللي كانوا فيه قوات الامنيه الدرك الوطني والشرطه كانوا دائما ينحيون من هذا المنبر انهم وراء هذه اللجان وراء هذه الفرق السريه اللي ربما تقوم بالاشراف على هذه الحركه مقابل عائدات ماليه كبيره، شفنا وفرت لهم السفرات وفرت لهم القوارب الى غير ذلك، يعني هناك امر شبه تنظيمي ان صح التعبير وراء هذه الهجره، اذا هذه الخلايا العصابه اللي موجوده هذه كذلك ربما نقوم عليها بحث ونحاول انه نوجدوا راس العصابه في مقصد هذا الاصرار على تنظيم مثل هكذا رحلات. نعم، جانب قانوني اخر اخت زهور، انه ربما القوانين في الجزائر منذ 2015 ما حينتش اتجاه الطفل، كنا نديروا حمايه الطفل لكن تجري استغلال الطفل خاصة بالأولياء والأسر المعنية. الآن الأسر، بعض الأسر يعني بعض الدراسات الأكاديمية الجامعية المعزولة، نقول معزولة لأنه ما نزلتش إلى الميدان، بقى في برج عاجي في الجامعات، هذه الدراسات اكتشفت أنه الأولياء وراء تحفيز
هذه الهزائل، وبالتالي مراجعة النصوص القانونية التي تخص حماية الطفولة ونسد العقوبات في هذا الجانب، لأن الأسر كذلك كما قلت هي اللي تدفع أبنائها لربما صاحبها في الرحلة أو تدفعهم على انفراد وبدون وثائق حتى يتمكنوا من المكوث في الضفة الأخرى. النقطة الأخرى كذلك أنه كما قلت لك أنه الحوار الفضاء المشترك، بمعنى أنه خلينا المجال أمام وسائل التكنولوجيا والوسائل الاتصالية لما يسمى بقوى إعلامية خطيرة أنها تكتب وترسل بعض الصور إلى حياة الرغد في الضفة الأخرى، وهذا كله غير صحيح. يعني أن نشوف بعض الناس اللي ربما تمكنوا من الحرقة بعد مدة معينة يرسلوا في مقاطع فيديو للعامة حول أنه نعم اتضحت اتضحت الفكرة أستاذ مخلوف ناجح، شكرا جزيلا لك. كنا أردنا التوضيح أكثر فيما يخص، يعني استقصينا الموضوع من طرف المصادر المعنية لكن لم نتمكن من الاتصال بالرائد رضا غريبية المكلف بالإعلام للدرك الوطني بولاية مستغنم.